لتكن يا رب رحمتك علينا ابتهجوا أيها الصديقون بالرب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، من يزرع شحيحا فشحيحا أيضا يحصدوه، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصدوا، كل واحد كما نوى في قلبه لا عن حزن أو اضطرار، فإن الله يحب المعطي المسرور، والله قادر أن يزيدنكم كل نعمة حتى تكون لكم كل كفاية في كل حين في كل شيء، فتزدادوا في كل عمل صالح. فإنه كما كتب إنه بدد أعطى المساكين فبره يدوم إلى الأبد، والذي يرزق الزارع زرعا وخبزا للقوت يرزقكم زرعكم ويكثر ويزيد غلات بركتكم، فتستغنون في كل شيء لكل سخاء خالص ينشو. شكرا لله. سلام لك أيها القارئ وجميع الشعب. Wisdom attend, let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لنصغي في ذلك الزمان، دنا إلى يسوع ناموسي وقال مجربا له: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل ذهنك، وقريبك كنفسك. فقال له: بالصواب أجبت، أعمل ذلك فتحيا. فأراد أن يزكي نفسه فقال ليسوع: ومن قريبي؟ فعاد يسوع قال: كان إنسان منحدر من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه وجروه وتركوه بين حي وميت. فاتفق إن كاهنا كان منحدرا في ذلك الطريق، فأبصره وجاز من أمامه. وكذلك لوي، وأتى إلى المكان فأبصره وجاز من أمامه. ثم إن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه تحنن عليه
فدنا إليه وضم جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وحمله على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد فيما هو خارج أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني بأمره ومهما تنفق فوق هذا فأنا أدفعه لك عند عودتي. فأي هؤلاء الثلاثة تحسب صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ قال الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع امضي فاصنع أنت أيضا. كذلك